الجولة الثالثة هي بداية تحقيق الحلم. اليوم في أحمد الهرمي وأحمد علوي يهدونك أغنية من عندهم، وإن شاء الله الأسبوع نشتغل عليها ونشوف. من أول يوم في البرنامج وأنا عندي حلم إنه يكون عندي أغنية خاصة فيني. الله يحبني وجاب الحظ لي عندي. ستايل الأغنية بيشبهني من كلمات ولحن وقريب ويلامسني، فعشان كذا أنا حاب الأغنية كثير. جابك يا روحي هدية بصعب أوقاتي، كان حظي يا روحي حظي في يدي. مبسوط من ردة فعل الناس. مشوار النجومية بدأ من هنا، ما في مجال إني أغلط نفس الغلطات اللي غلطتها قبل، وما في وقت للأعذار. في شغلة عملها سالم غلط، اختيار الطبقة نازلة كثير. الحلو في الخطأ إنه بيعلمك وبيعطيك درس وبتستفيد منه مستقبلاً. شفت الطبقة صح الحين؟ صوتك لمع أكثر ذي. أسبوع ورا أسبوع التحديات قاعدة تزيد، وأنا لازم أتحدى نفسي. ولعنا الجو مثل ما يقولون. ودعت يا سالم، توانس ايش سوى وياك اليوم. مبروك لك يا سالم، 10,000 ريال. وهذا دليل أني أنا كنت قد التحدي وكنت على ثقة الأستاذ حسن. حلمي بدأ وهذه بداية المشوار، والجاي أكثر إن شاء الله.